رايح فين؟ راح اتفرج على البرنامج بتاع شوقي. انت من امتى بتتفرج على شوقي؟ عشان النهارده هيتكلم عن الحادثه، كنت عايزه اعرف هو هيتكلم ويقول ايه. هو انت فارق معاك كريم؟ ايوه. طيب بتكلم بجد، انت حاسس بايه؟ حاسس بايه؟ مش لازم ابين انا حاسس بايه. وبعدين ايه ممكن يتعمل انا ما عملتهوش؟ الدكتور طمنا وقال كلها كام يوم وهيفوق يبقى زي الفل، وده اهم دكتور مخ واعصاب في مصر، والورق بتاعه بعتناه لدكاتره في اوروبا، واللي هيقولوا عليها ننفذه. ايه تاني ممكن يتعمل؟ مش حاسك موجوع على ابنك؟ ايوه، عشان ابقى موجوع بقى اعمل ايه؟ اقعد جنبك واعيط؟ يا ست كل واحد بيحس بطريقته، الناس مش زي بعضيها. لا، الكلام ده تقوله لي انا علشان تقنعني وتبرر عدم اهتمامك بيا، وانا هشتريه منك على فكره عادي، وهاخدك كمان على قد عقلك. بطلي عبط يا اروى والنبي. لا بطل انت انانيه، عشان انت ما بتحبش غير نفسك. انا؟ انت. طب اتفلق بقى. اتفلق؟ كتر خيرك. كتر خيري، كتر خيري جدا. عايزه تعرفي خيري شكله عامل ازاي؟ تعالي وانا اقول لك. عيسى تعالى افرجك على خيري. تعالي. لا تعالي اوريكي خيري. تعالي اتفضلي يا ستي. كتر خيري صح، ما خير اهو، خير اهو. عايشه في فيلا وكل حاجه بتجيبك وكل مجوهراتك وسنيهاتك، كل ده منين؟ من شقايه وجدي. صح، حتى اللي انت بتقولي عليه غلط في شغلي كان عشانك وعشان العيال. صح، وانت السبب يا ارمى، انت السبب. فاكره بابا الله يرحمه مات كان بيحبنا قوي، بس ما سابلناش حاجه، اتمرمطنا من بعده. عايزه ايه مني؟ عايز عيالي يقولوا عليا زي ما انت بتقولي على ابوكي. بتكلمي عن كريم؟ تعالى اوريكي كريم. تعالى. لا تعالى اوريكي كريم. اتفضلي قدام، اطلعي قدام. تعالى اتفضلي. تعالى خش اوضه الفلفلي. يلا تعالى اتفضلي. تعالى اوريكي اوضه كريم. تعالى تعالى اتفضلي. تعالى. دي شكل اوضة عيل ابوه مش بيحبه. ها يا بابا، انا عايز العب كورة. تلعب يا حبيبي، تروح احسن اكاديمية وتلعب في الفرقة بتاعتك. يا بابا لا، انا ما بحبش الكورة، انا عايز كمبيوتر جهاز واتنين يا حبيبي تؤمر. يا بابا انا ملان، عايز اعمل كامبينج في اوروبا. تروح يا حبيبي. بابا مش عايز كل ده، عايز مزيكا، اجهزة مزيكا. اتفضل يا حبيبي اعمل اللي يعجبك، المهم تكون مبسوط. خبط وكسر في الدنيا وانا في ظهرك. كل ده وانا مش اب كويس يا عروة. جاوبي. قلبك اهم من جيبك. وانت لما ابوك حبكم قلبه ما منعكيش يقول اللي قلتيه في الزمان ده يا عروة. قلبك هو جيبك. ابن حضرتك وهو في التمرين بيبص لك يجي 30 مرة، لما بيلاقيك باصص في الموبايل بيحس كأنك انت مش معاه.
لو لقيت اخلاقك بتتغير بسبب الكره مش هخليك تتمرن تاني. اللعبه فيها حكم، لازم تحترم قراراته حتى لو غلط. الحكم ظلمنا وخسرنا بسببه. ما هي دي الكوره يا حبيبي، ودي حلاوتها كمان. خسرنا مع اني قريت الفتح. ايه ده؟ هو انت بتقرب من ربنا عشان تكسب الماتش؟ انا لو خسرت مثلا ما تصلي؟ علاقتك بربنا اكبر من مجرد فكره المكسب والخساره. وبعدين احنا بنتعلم من الخساره مش من المكسب. فاهمني؟ انا عايز اشكرك على كل حاجه بتعملها مع وليد، بصراحه انا اول مره اشوف كده. انت بتشكرني عليها يا كابتن؟ ده وليد ابني. ربنا يخليه لك يا رب، وعلى فكره وليد بيتطور يوم عن يوم والفضل يرجع لك. شوف يا كابتن، مفيش اب بيتعب مع ابنه التعب ده الا اكيد لازم هيلاقي نتيجه. كان سايبني شغل عشان اشوف الماتش ده. مش مشكله انك تخسر، بس واضح انك مالكش في موضوع الكره وحراسه المرمى ده نهائي. خلاص. مساء الخير، ممكن اتكلم مع حضرتك؟ اتفضل. ما ينفعش اتكلم ابن حضرتك بالطريقه دي، انت ما تعرفش مدى تاثير الكلام ده عليه ايه. انت مالك اصلا؟ اسف سامحني، انا ما قدرتش اسكت. لو ابنك مش موهوب في لعبه معينه لازم تستمر في تشجيعه لحد ما يلاقي الحاجه اللي بيحبها، وبرضه تفضل تشجعه. انا والله ما شفتش كده ابدا يعني. انا كنت عايز مصلحتك يعني. محدش طلب منك مساعده. اسف. ما ينفعش تحشر في شؤون الناس، ماشي تتصنط انت؟ بصراحه انا ما كنتش اقصد. ولا تقصد؟ ايوه يا ميرفت. ايوه يا يحيى، لسه الدكتور قافل معايا. طمنيني، قال لك ايه؟ طمنيني انه كويس، بس قال لي مش هيرجع يمشي طبيعي. القطع حاد وفي سن صغير، والكسر مضاعف، هيخلي حركته مش مظبوطه، هيحتاج علاج طبيعي كتير بعد العمليه عشان يساعده، وفي نسبه انه ما ينفعش يلعب كره تاني. مساء الخير. أنا النهاردة بقدم أصعب حلقة في مشوار حياتي كله، لأنها احنا كلنا بنعيش عشان نشوف بذرتنا بتكبر قدام عينينا. افتكر ان اول ما ابني اتولد
كنت شايله على ايديا. بصيت لابويا الله يرحمه. الله يرحمه. ولقيته بيضحك ضحكه عمري ما شفتها على وشه قبل كده. ولان الصحافه بتجري بدمي. قربت منه وقلت له فهمني يا بابا، فهمني ايه سبب الضحكه دي؟ عشان مش فاهمها. قال لي يا ابني يوم انت جيت الدنيا فرحت وحمدت ربنا انه اداني بدل عمري عمر تاني يكمل يعيش من بعدي لحد ما قابل وجه كريم في حته مني مكمله وتخليني حتى عايش بعد ما مشيت. ما بالك بقى يا ابني اشوف عوضك وانا لسه عايش. يعني بدل عمري عمرك عمر ابنك. انت يا شوقي شايل شايل على ايدك شقاك وتعبك وحياتي وحياة جدك وحياتك انت. كل ما تهتم بيه وتحافظ عليه هيكون لحياتك معنى. امال امال ليه يا ابني بيقولوا الضنا غالي؟ الضنا غالي يا ابني.